السلام عليكم البنات، اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم هاد الماضي ديال الجلابه. انا كملت شوف الخدمه ديالو، ها انتم كيف ما كتشوفوا عندي هنا صدريه مزوقه بقشره الحوت في الجناب، الوسط الجوزه مزوق بالبريد، وهذه الوريده جات وسط من البريد، ها انتم كيف ما كتشوفوا. وهنا عندي قشره الحوت، درت البريوات تاع باش قشر الحوت كما كيفاش جات. وهنا عندي تحت من صدري مخدومه بالقرميطه بالعقيق، القرميطه الصغيره. عندي هنا في الكمام عندي الضرس بالعقيق كما كتشوفوا، مخدوم بالحبكه من التحت عباش العقيق، ضروري الحبكه هي اللي كتقادي لنا الضرس. ثم هذا القب، كنتمنى هاد الموديل يعجبكم وكنتمنى تشاركوا في القناة ديالي، وما تنسوش تفعلوا الجرس، وشكرا.